المفروض في السيشن اللي فاتت يا شباب اتكلمنا على بروتوكولين اللي هو ال اتش دي ال سي والبي بي بي. البروتوكولين دول يا شباب كان هدفهم ايه؟ ان انا ابعت داتا ما بين الفروع بعضها، ان انا اعمل بيها برايفت، بربط فرع بفرع بوينت تو بوينت. تمام؟ طيب قلنا في حل اللي هو البرايفت وان، الحل الثاني اللي هو البابليك وان. يعني ايه بابليك وان يا شباب؟ يعني انا بجيب خط نت عادي جدا على فرع الشركه بتاعي وعلى فرع الشركه الثاني بتاعي، وبربط ما بينهم عن طريق بروتوكول بيبقى اسمه ايه؟ بي بي او اي. كان ايه عيوب البروتوكول ده يا شباب؟ عيوب البروتوكول ده ان هو يعتبر انسكيور. ليه انسكيور؟ لان انا المفروض مشترك في نتورك جميع العالم مشترك فيها، الا وهي البابليك او هي شبكه الانترنت. طيب كنت بامن ان البي بي او اي نتورك ديت عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بعمل في بي ان. طبعا هندرس الفي بي ان ديت بالتفاصيل قدام. طيب تعالى بقى ايه نتكلم على البي بي او اي بروتوكول، ازاي ان انا الراوتر بتاعي لما يبقى شغال عليه بي 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 او اي بروتوكول، ازاي الراوتر بتاعي بيكونكت على الانترنت. ده زي بالظبط الراوتر اللي بيبقى عندك في البيت. المفروض الراوتر اللي عندك في البيت ده بيكونكت على الراوتر اللي في السنترال بحيث ان هو يطلع على الانترنت. طيب احنا النت اللي احنا بنتوصل من عليه ده التكنولوجي بتبقى شغاله عليه اللي هي التكنولوجي بتاعت الايه؟ بتاعت الدي اس ال. طيب الشبكه بتاعت الدي اس ال ديت بيبقى شكلها عامل ازاي؟ يعني مثلا تخيل ان ده البيت بتاعك. تمام؟ طبعا البيت بتاعك ده بيجي لك خط تليفون ارضي. الخط التليفون ده المفروض ان انت بتدخله على ديفايس بيبقى اسمه ايه؟ مودم. بيبقى اسمه مودم، والمودم دوت يحوله للايثرنت تدخله على الراوتر بتاعك وهكذا. طيب انا اللي يهمني دلوقتي من ناحيه السنترال. من ناحيه السنترال، السنترال ده معناه ان هو ده السي او، ده هو السنترال اوفيس. السي او ده المفروض ان هو بيكون في عنده ديفايس بيبقى اسمه الديسلام. هو ايه الديسلام ده يا شباب؟ الديسلام ده قال لك ان هو بيفصل شبكه التليفونات عن شبكه الانترنت. يعني انا دلوقتي مفروض ان انا دلوقتي الديسلام ده داخل عليه خطين، خط الانترنت اللي في المنطقه دي، والخط الثاني اللي هو الخط اللي هو البي اس تي ان، اللي هو الخط اللي هو بتاع الارضيه. فمفروض الخطين دولت بيدمجهم مع بعض في الخط التليفوني اللي بيجي لك عندك في البيت ده. التليفون اللي بيجي لك عندك في البيت ده انت ممكن تبعت عليه داتا متعلقه بالانترنت، او ممكن تبعت عليه فويس متعلق بالتليفون الارضي او البي اس تي ان. تمام؟ فالمفروض من ناحيه السنترال اول ديفايس انا ببقى متوصل من عليه هو مين يا شباب؟ الديسلام. انا اللي يهمني اللي هي الكونكشن اللي هي بتاعت الانترنت. اكيد طبعا الكونكشن بتاعت الانترنت ديت متوصله براوتر، الراوتر ده متوصل براوتر وراوتر وراوتر وهكذا لغايه ما ابدا متوصل باي على كل الشبكه بتاعت الانترنت ومتوصل بالعالم كله. تمام؟ طيب لما نيجي نبص على النتورك بتاعتنا ديت بشكل من فوق شويه، بشكل من فوق شويه هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان دوت الخط الارضي اهو. الخط الارضي ده بتدخله على ديفايس بيبقى اسمه ايه؟ اسمه بيبقى اسمه دي اس ال مودم. الدي اس ال مودم ده المفروض ان هو بيحول الخط الارضي لخط ايه؟ ايثرنت. يعني انت التكنولوجي اللي بيبقى قايم عليها الانترنت يا شباب هي التكنولوجي بتاعت الايثرنت بروتوكول. تمام؟ طبعا الايثرنت دوت بدخله على الراوتر. الراوتر ده طبعا بقدر من خلاله اوصل على سويتش مثلا او على اكسس بوينت، واقدر ابث شبكه في البيت اللي عندي. طيب بالنسبه بقى للسنترال او بالنسبه للاي اس بي، طبعا بيكون في عندي ديفايس اسمه الديسلام. الديسلام ده بيبقى طالع منه الوصله اللي هي بتاعت الانترنت، ببقى متوصل بالراوتر بتاع السنترال بتاعي. انا كل اللي يهمني في القصه ديت ان انا بيكون في عندي راوتر في بيتي. تمام؟ الراوتر ده والراوتر اللي في السنترال. المفروض الراوتر اللي في بيتي هو ده اللي بيكونكت على البي بي بي او اي سيرفر، ده اللي من خلاله بيطلع من خلاله على الايه؟ على الانترنت. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ لا تمام مش مهم. طيب ايه الرسائل اللي ايه الرسائل بتاعت البي بي بي او اي بروتوكول؟ الرسائل دي هنبدا نتعرف عنها بالتفصيل. اول حاجه لما الراوتر بتاع بيتك دوت بيبدا يشتغل. الراوتر بتاع بيتك ده يا شباب مفروض اول لما بيبدا يشتغل بيبعت رساله اسمها الباد انشاليزيشن. بيبعت رساله اسمها ايه؟ باد انشاليزيشن. كل رساله من الرسائل ديت يا شباب من يعني بص جدول اهوت في حوالي خمس انواع من الرسائل. كل رساله من الرسائل ديت يهمني فيها ايه؟
كل رسالة من الرسائل دي يهمني هي يونيكاست ولا بودكاست، ويهمني الكود فيلد بتاعي، ويهمني السيشن اي دي بتاعتي هي صفار ولا محطوط فيها اي دي. تمام؟ يعني الحاجات اللي بتتسألوا فيها في الامتحانات. يقول لك مثلا الباد انيشاليزيشن هي بتبقى يونيكاست ولا بودكاست، والكود بتاعها بيبقى ايه؟ طب السيشن اي دي بتبقى اتحددت ولا لسه؟ فالمفروض انا الراوتر اللي عندي في البيت بيبعت حاجه اسمها باد انيشاليزيشن. الباد انيشاليزيشن دي يا شباب بتبقى البودكاست. برودكاست ده معناه ان هي بتوصل لكل السيرفرات اللي موجوده عندك في السنترال. يعني المفروض السيرفرات سيرفر A و B و C دوت، دي السيرفرات اللي موجوده في السنترال بتاعك. زي مثلا انا متعاقد مع شركه وي، عندها مثلا يعني السيرفر A ده بتاع شركه بتاع شركه وي، وسيرفر B ده برضو بتاع شركه وي. تمام؟ هنفترض ان السنترال ده كمان بيقدم خدمه بتاعت فودافون مثلا. تمام؟ طيب انت دلوقتي متعاقد مع شركه وي، فانا مفروض انا الراوتر بتاعي لما يجي يتوصل بالانترنت يكونكت على مين؟ يتكلم مع السيرفرات بتاعت شركه وي، صح ولا صح ولا لا؟ تمام. فانا بالتالي انا بيبعت باد انيشاليزيشن، انا الراوتر بتاعي بيبعت رساله برودكاست بيدور على السيرفر اللي هيعمل اللي هيكونكت معاه او هياخد منه السيشن اي دي اللي هو يشتغل. فبالتالي السيشن الباد انيشاليزيشن بتوصل لكل السيرفرات اللي موجوده في السنترال. طيب مين اللي هيرد على الباد انيشاليزيشن دي؟ قال لك اللي هيرد على الباد انيشاليزيشن هو السيرفرات اللي انت اللي هي تابعه للشركه اللي انت متعاقد معاها. يعني مثلا هنفترض ان في السنترال عندك السيرفر A والسيرفر B ده تبع شركه وي، هم دولت اللي هيردوا عليك برساله اسمها باد اوفر. يعني هيجي لك باد اوفر من السيرفر الاولاني وباد اوفر من الايه؟ من السيرفر الثاني. فانت دلوقتي كراوتر اللي عندك في البيت بيجي لك باد اوفر من كل السيرفرات للشركه اللي انت متعاقد معاها. الرساله دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى يونيكاست والكود بتاعها بيبقى 0x07. تمام؟ طيب السيشن اي دي اللي بيشتغل بيها الراوتر اللي في البيت اتحددت ولا لسه؟ لا لسه ما اتحددتش. تمام؟ طيب انت دلوقتي كراوتر اللي عندك في البيت بيختار انهون راوتر اللي يتوصل معاه او يكونكت عليه. يعني انت دلوقتي في عندك اهو سيرفر A والسيرفر B، السيرفرين دول تبع شركه وي. انت الراوتر اللي عندك في البيت بيكونكت مع اي واحد فيهم؟ قال لك هو بيكونكت مع الراوتر اللي الداتابيز اللي عليه هي ديت اللي فيها المعلومات بتاعت العميل ده. يعني انت دلوقتي كعميل متعاقد مع الشركه، هل البيانات بتاعتك موجوده على كل سيرفرات الشركه ولا موجوده على سيرفر واحد بعينه؟ يا شباب سيرفر واحد بس. انت دلوقتي الراوتر بتاعك ده لما بيبعت باد ريكوست، هو بيباد ريكوست على السيرفر اللي الداتابيز بتاعه الراجل عميل دوت موجوده عنده. طب هو بيختار السيرفر اللي هو ده بناء على ايه؟ قال لك ان هو بيختارها بناء على حاجه اسمها الاي سي نيم. يعني ممكن يقول لك اسمها الاي سي نيم او الكونسنتريتور نيم او اليونيك ديستنجويشد نيم. كل الحاجات ديت بنفس المعنى، عندك الاي سي نيم والكونسنتريتور واليونيك ديستنجويشد، كل ديت المفروض ان الراوتر بتاعك بيبقى عليه الاي سي نيم بتاع السيرفر اللي هو بيكونكت عليه. طيب الرساله دي لما بتنبعت ايه؟ بتنبعت يونيكاست، والكود بتاعها بيبقى 0x19. طيب السيشن اي دي بتاعي اتحدد ولا لسه؟ برضه لسه ما اتحددش. فانا بالتالي انا لما بعمل ريكوست ده معناه ان انا الراوتر اللي عندي في البيت بيريكوست سيشن اي دي الراوتر ده يطلع بيها على الانترنت. يعني انا الراوتر بتاعي في البي بي او اي لازم يتحدد له سيشن اي دي بيطلع بيها على الانترنت. تمام؟ طيب في الرساله الاخيره بقى بيبدا السيرفر بتاعك يبدا ان هو يبعت لك باد سيشن. الباد سيشن ديت يا شباب بيبقى الكود بتبقى اولا يونيكاست، والكود بتاعي بيبقى 0x65، وبيبدا يتحدد لي فيها السيشن اي دي اللي انا هشتغل. طب السيشن اي دي ده بيتحدد بناء على ايه؟ يعني مثلا انا لو اول راوتر مفروض بيشتغل في المنطقه ديت هيديني السيشن 1، ثاني راوتر 2، ثالث راوتر 3، 4، 5، 6 وهكذا. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ يعني مثلا مش وارد ان انت ممكن تكون مثلا البلد بتاعتك كلها فاكرين مثلا زمان ايام نتيجه الثانويه العامه والحاجات دي كنت بتلاقي النت بيفصل. ليه كان بيفصل؟ بيبقى في لود على السايت، كل الراوترات اللي في البيوت طالعه على الانترنت، فبالتالي كل الراوترات اللي في البيوت واخده كل السيشن اي ديز اللي موجوده على السيرفر، فالسيرفر ما بيديش سيشن اي دي لحد. تمام؟ طيب انا دلوقتي السيشن اي دي بتاعي ده
السيشن اي دي بتاعي دوت بيبقى متاح ليا وقت قد ايه. قال لك ان السيشن اي دي ده بيفضل شغال او الراوتر بتاعك بيفضل محجوز ليه طول ما الراوتر ده بيبعت داتا على الانترنت او بيستقبل داتا من على الانترنت. او بمعنى صح في اجهزه عندك في البيت بتبعت داتا بتستريم من على الانترنت. يعني لو الراوتر بتاعك اللي في البيت ولا بيبعت داتا ولا بيستقبل داتا في اللحظه دي الراوتر بتاعك بيعمل حاجه اسمها تيرمينيشن. يعني انت دلوقتي الراوتر اللي عندك في البيت اهو مفيش حد في البيت بيستخدم الانترنت، الراوتر هو ذات نفسه اللي بيبعت باد تيرمينيشن. الباد تيرمينيشن ديت بيبعت للسيرفر بيقول له ايه؟ بيقول له ان السيشن اي دي اللي انت مديهوني ده انا بعمل له ريليز، يعني اديه لحد تاني، انا مفيش حد عندي في البيت بيبعت داتا او يستقبل. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ تمام. طيب يبقى المرحله اللي احنا كنا بنتكلم عنها ديت علشان السيشن بتاعتي بتتفتح من الراوتر اللي عندي في البيت مع السيرفر اللي في السنترال، ببعت باد انيشاليزيشن يترد عليا باد اوفر، يرد عليه باد ريكوست، ارد عليه بايه؟ بباد سيشن. تمام. طيب انا دلوقتي السيشن اتفتحت، يبدا بقى دور البروتوكول اللي هو مين؟ البي بي بي. البي بي بي البروتوكول اول حاجه بيبدا يظبط ال ان سي بي بارامترز. هي ايه ال ان سي بي بارامترز؟ لما حد يفتح السيشن وحد واعمل الاوثنتيكيشن اوبشن الاوثنتيكيشن اللي هي ايه البارامترز؟ ام ار يو الاوثنتيكيشن والماجيك نمبر بالظبط. ببدا احدد الام ار يو اللي المفروض بيبعت عليها الراوتر ده. ثاني حاجه المفروض ان انا بظبط الاوثنتيكيشن بروتوكول اللي انا اوثنتيكيت الراجل ده بيه. ثالث حاجه بظبط الماجيك نمبر اللي هو هيشتغل. طيب بعد كده بيبدا يدخله في حاجه اسمها التشالنج. التشالنج دوت قلنا ده بيشتغل مع الشاب بروتوكول. ايه الغرض من ان انا بعمل اوثنتيكيشن للراوتر ده؟ بتاكد بقى ان الراجل ده عميل معايا في الشركه ولا لا، دافع الفاتوره ولا لا، الكوتا بتاعته خلصت ولا لا، كل ديت معايير بتاكد ان الراجل ده اوثنتيكيتد بالنسبه لي ولا لا. تمام. الراجل ده اوثنتيكيتد تمام، فمفروض ان انا بعمل له سكسسفول، يعني الكونكشن بتاعته اتفتحت او فين، ده معناه ان انا ما بشغلش الكونكشن بتاعته على الانترنت. بعد كده ببدا ان انا يشتغل ال ان سي بي بروتوكول. ال ان سي بي بروتوكول ده مسؤول ان هو يعمل ايه يا شباب؟ الاي بي هات والبروتوكول. المفروض ان ال ان سي بي بروتوكول ده يحدد لي نوع الابر لاير بروتوكول اللي شغال، زي مثلا هيشتغل بالاي بي. طيب الفتحه اللي هي بتطلع على الانترنت او الفتحه البابليك دي هو انا باخدها منين؟ مش المفروض باخدها من السيرفر اللي في السنترال؟ فبالتالي برضه الاي بي ادرس اللي انا المفروض بطلع بيه على يا شباب ده بيتم عن طريق مين؟ ال ان سي بي بروتوكول. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب تعال نشوف شكل الفريم بتاعي لما ببقى شغال في البي بي او اي. هو البي بي او اي انا قلت لك هي بتشتغل على الكونكشن السيريال ولا الايثرنت؟ سيريال قصدي الايثرنت. ما كنت بقول لك انا كان بيبقى سي اس يو دي اس يو كان يحولها لسيريال، دي كانت مع البرايفت وير. اما لو انت عندك مودم كان بيحولك الخط ده لايه؟ لايثرنت. طب هنا كانت بتبقى ايه؟ كانت بتبقى بي بي فريم او اتش دي دي سي فريم. طب هنا كان بيبقى عباره عن ايه؟ ده بيبقى عباره عن ايثرنت فريم زائد البي بي بي او اي فريم او البي بي بي او اي فريم. ازاي؟ يعني هتلاقي الهيدرز بتاعه الايثرنت محطوطه زي ما هي، فيها سورس ماك وديستنيشن ماك وفايبر وبروتوكول وكل حاجه. يبدا يحط الهيدرز بتاعه البي بي بي والبي بي بي او اي. قال لك حجم البي بي بي والبي بي او اي، قال لك ان هو بيحتاج ل 8 بايت، 2 للبي بي بي و6 للبي بي او. تمام. طيب ده هيتطلب مني ايه يا شباب؟ ده هيتطلب مني ان انا اصغر حجم الباكت بتاعتي. هو الباكت بتاعتي مفروض ان هي كانت ب 1500. طيب انا دلوقتي محتاج اصغرها تبقى قيمتها بكام؟ محتاج اصغرها ب 8 بايت عشان يكون في مساحه لمين؟ للبي بي بي والبي بي بي او. تمام يا شباب؟ ده معناه ان انا قيمه الام تي يو بتاعتي لازم اصغرها من 1500، لازم انزلها تبقى قيمتها كام؟ 1492. طب ليه قللت 8 من قيمه الباكتس؟ ليه يا شباب؟ عشان اسيب مساحه للبي لازم اسيب 8 بايت للبي بي بي والبي بي او اي. ماشي يا شباب؟ تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ تمام. طيب ككونفجريشن انا هفتح لك فايل كده نشرح عليه الكونفجريشن.
هو ده مش راح بالكونفيجريشن. السؤال المهم بيقول لك ايه هو it necessary to reduce قيمه ال MTU وال MRU size مع رسائل مع البروتوكول اللي هو البي بي بي او عشان نستعمل البي بي بي والبي بي بي او اي عشان اقدر يكون عجز مساحه في عندي مساحه اقدر احط فيها البي بي بي او اي هيدر اللي هي كانت بتبقى 6 بايت والهيدرز بتاعه البي بي بي اللي هي كانت بتبقى 2 بايت. تمام يا شباب؟ مش كده الكلام ده؟ طيب بيقول لك ايه هو الغرض من البندل كوماند. هنبدا بقى نتعرف على الكوماندات. تعال نشوف بقى نعمل اللاب بتاع البي بي او اي. اللاب اللي موجود عندي يا شباب تفصيلته ان هي عباره عن انا دلوقتي ده الراوتر اللي موجود في السنترال. حلو الكلام. الراوتر ده مسؤول عن ايه يا شباب؟ هو الاوثنتيكيتور. هو اول حاجه بيديني السيشن اي دي اللي انا بشتغل بيه صح. بعد كده بيظبط معايا البارامتر وبيعمل معايا اوثنتيكيشن وهو اللي بيديني الاي بي اللي انا بطلع بيه على الانترنت. مش كل ده بيبقى مسؤوليه مين؟ السيرفر الموجود في السنترال او الراوتر الموجود في السنترال. طب بالنسبه للراوتر اللي عندي في البيت ده بقى اللي بيعمل اوثنتيكيشن وبيفتح السيشن والكلام ده كله. تمام. طيب انا دلوقتي الكيبل اللي محطوط هنا او الكيبل اللي محطوط هنا بيبقى سيريال ولا ايثرنت؟ التكنولوجي اللي عليه بتبقى ايثرنت ولا سيريال؟ ايثرنت. تبقى ايثرنت. طب انا دلوقتي ازاي هكتب الاوامر بتاعه الاوثنتيكيشن بتاعه البي بي بي على انترفيس ايثرنت؟ هل هينفع اكتبها؟ هل هينفع؟ مش هتنفع. فبالتالي انا كراوتر موجود عندي في البيت انا لازم اعمل عليه انترفيس وهمي يفهم الاوامر بتاعه البي بي بي والبي بي او. الانترفيس اللي بعمله ناحيه الكلاينت ده بيبقى اسمه الديلر. الديلر انترفيس. يبقى الانترفيس اللي بعمله من ناحيه الكلاينت ده بيبقى اسمه الايه؟ الديلر انترفيس. الانترفيس اللي بعمله من ناحيه السيرفر سايد ده بيبقى اسمه الفيرشوال. الفيرشوال فيرشوال تمبليت. فانا بالتالي انا بالنسبه للكلاينت سايد ده بعمل له انترفيس وهمي اسمه الديلر، بالنسبه للفيرشوال سايد ده بعمل له فيرشوال تمبلت. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ في مشكله في الكلام ده؟ شباب معايا؟ تمام معاك يا باشمهندس. تمام تعالى كده نشوف الراوترات كده هنا ايه وضعها. تعالى ايه نمسح ده. اطفيهم بس عشان نمسح ال طيب نسيبه بقى براحته يشتغل. طيب بالنسبه اول حاجه بالنسبه للبي بي او اي سيرفر، يعني ده الراوتر اللي موجود عندي فين؟ في السنترال. تمام. الراوتر الموجود عندي في السنترال دخل غير اسمه مفيش مشاكل. دخل على الراوتر ده بيبدا ان هو يعمل لي حاجه زي البول بتاعه الدي اتش اس بي. طب ايه الغرض من البوله ديت يا شباب؟ ان انا اخد منها اي بي في الان سي بي في مرحله الان سي بي. في مرحله الان سي بي. الله ينور عليك. ده معناه ان انا الراوتر ده او السيرفر ده بيبدا ان هو يوزع اي بيهات على الرواتر اللي موجوده عندي في المنطقه دي، بحيث ان الاي بيهات ديت اللي بتطلع الرواتر ديت على الانترنت. طب انا مثلا زي راوتر زي راوتر اللي في البيت ده لو اديت له اي بي مثلا من الرينج ده، اديت له مثلا 119.483.1 مثلا على سبيل المثال. طيب الجيت واي بتاعه هيبقى مين؟ مش هيبقى السيرفر اللي في السنترال ولا لا؟ صح الكلام ولا تمام؟ فبالتالي انا لما اجي اظبط البوله بتاعتي
بظبط له النتورك او الرينج اللي هيوزع منه والماسك بتاعه، بظبط له الجيت واي اي بي ادرس، ده الاي بي اللي هو بتاع مين؟ سنترال. ده السنترال او ده الاي بي بتاع السيرفر السنترال. تمام. طيب هو لما يبدا يوزع ايبيات على الاجهزه اللي في على الراوترات اللي في البيوت هيبدا يوزع من اول كام؟ 53. 53 لغايه ما نطلع لفوق. تمام. يبقى اول حاجه ظبطتها على السيرفر بتاعي ان انا ظبطت البوله اللي انا بوزعها. طيب ببدا اظبط بقى ايه؟ ببدا اظبط انترفيس اللي هو الوهمي اللي هو الفيرتشوال تمبلت. فانا بعمل انترفيس وهمي اللي هو الفيرتشوال تمبلت قيمته مثلا بواحد، بقول مثلا الانترفيس الوهمي ده بشغل عليه البي بي بي او اي، قصدي بشغل عليه البي بي بي وبعمل معاه الاوثنتيكيشن بالايه؟ وببدا اديله الاي بي ادرس اللي هيشتغل بيه، ده المفروض ده الاي بي الجيت واي اللي انا حاطه على البول، وببدا بربطه بالبول اللي انا عاوزه يوزع منه، فانا عامل له ريموت ادرس بول، البول اللي هي اسمها بول واحد. تمام يا شباب؟ في مشكله لحد كده؟ تمام. انا دلوقتي عملت انترفيس وهمي اسمه الفيرشوال تمبلت واحد، عاوز اربطه بالانترفيس الفيزيكال اللي الناس بتكلمنا عليه. فبالتالي لازم اخش على الانترفيس الفيزيكال اللي هو الانترفيس اللي هو جيجا 000، بشغلها كبي بي او اي سيرفر وبربطها مع الفيرشوال تمبلت انترفيس اللي هو رقم واحد الفولدر. تمام يا شباب؟ تمام. ايه؟ طيب انا دلوقتي شغلت الشاب. طب الشاب اللي انت شغلته ده مش لازم يكون في داتا بيز موجوده على الراوتر ده عشان الناس تاوثنتيكيت منها؟ صح؟ تمام. فانا بالتالي انا هقوم التريبل ايه واعمل يوزر بتاع العميل الاولاني واحدد ان هو هيشتغل مع البي بي بي، واعمل هو سي هو عمل هنا يوزر للعميل الثاني عشان هو الراوتر ده بيأوثنتيكيت مع اثنين راوتر. ماشي؟ وبالتالي هو عمل اثنين يوزرز. ماشي؟ مش هنحتاج الاثنين يوزرز دول، هو عمل اثنين يوزرز وعمل يوزر الاولاني واليوزر الثاني. تمام؟ ده كده بالنسبه للايه؟ للسيرفر سايد. في مشكله؟ تمام. تمام يا باشمهندس. طيب باشمهندس هو هنا كاتب اليوزر والباسورد في نفس اللاين؟ اليوزر والباسورد في نفس اللاين؟ احنا لما كنا بنعمل اليوزر نيم والباسورد في التريبل ايه؟ كنا بنقول لوكال يوزر، بكتب اليوزر والباسورد وكلمه باسورد والباسورد بتاعه. كنا بنعملها كده. بس حضرتك قلت ماشي راجع تاني. هي اللي بتخش الشاب والباب. انا هنا دخلت على الفيرشوال تمبلت قلت هشغل شاب، لسه بقى التاني الناحيه الثانيه اللي هي الناحيه اليوزر نيم والباسورد اللي هو متخزنين. تمام. ده بقى كده بالنسبه للكلاينت. طيب الكلاينت بقى المفروض احنا قلنا هنعمل انترفيس وهمي اسمه ايه؟ الديلر، صح؟ طيب تمام. انا دلوقتي اول حاجه دخل غير اسمه مفيش مشاكل، ببدا احدد له حاجه اسمها الديلر رول. هي ايه الديلر رول؟ يعني انا دلوقتي كاي اس بي، ماشي، كاي اس بي او كسيرفر، ايه هي المواقع اللي مفتوحه او ايه هي السايتس اللي مفتوحه وايه هي السايتس اللي مش مفتوحه بالنسبه للراوتر اللي عندك في البيت ده؟ لو انت البلد اللي انت جايب كونكشن الانترنت فيها البلد ديت كل حاجه مفتوحه، يعني كل السايتس يعني في بلاد معينه يقول لك في سايتس ما ينفعش تفتحها. تمام. طب لو كل حاجه مفتوحه دي بقى اللي بتحددها الديلر رول بتاعك. فالديلر رول بتاعتك بتقول لك ايه؟ انا عملت ديلر رول بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الديلر رول ديت رقمها واحد اي بي بيرميت، يعني كل حاجه متاحه. يبقى انا كده حددت الرول بتاعتي ان كل حاجه ايه؟ متاحه بالنسبه للراوتر. تمام. طيب خلصنا من قصه الرول، بعمل الانترفيس الوهمي اللي هو الديلر انترفيس بتاعي، بقول مثلا ده اليوزر الاولاني، المفروض بقى كل المعايير دي انا واخدها من الشركه. يقول لك مثلا ده اليوزر الاولاني، ماشي، مربوط على جروب رقم واحد، مربوط على البندل رقم واحد. يعني انت المعلومات دي انت بتاخدها من الشركه، انت يوزر ايه، الجروب بتاعك كام، البندل بتاعك كام. تمام. طيب بعد ما ظبطت الجروب والبندل ببدا ادخل اليوزر نيم والباسورد اللي انت مبعوت لك في رساله على التليفون بتاعك عشان تعمل بيها كونفرميشن. يعني مثلا لما كنت بتعمل نت على الراوتر بتاع بيتك كان بيبعتوا لك يوزر نيم وباسورد بالايه؟ باليوزر نيم وباسورد اللي انت هتشغل عليهم الخدمه. طب اليوزر نيم وباسورد دول بتوع ايه؟ اليوزر نيم وباسورد دول بتوع الشاب بروتوكول. فبالتالي لما تيجي تحط اليوزر نيم اهو تروح عامل بي بي شاب يوزر، تروح حاطط اليوزر بي بي شاب باسورد، تروح حاطط له الايه؟ الباسورد. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ تمام. تمام. احنا قلنا ان الراوتر اللي عندك في البيت
لو مفيش حد بيطلع على الانترنت بيبعت باد ترمينيشن، صح ولا لا؟ طيب يعمل باد ترمينيشن بعد وقت قد ايه؟ هتروح قايل له تيلر تايمر ايديال 300، يعني لو حد قعد 300 سكند ما بيطلعش على الانترنت الراوتر بتاع بيتك يعمل باد ترمينيشن مع الراوتر الفيزيكال. تمام؟ طيب الديلر كيو لينس ده حجم الكيو بتاعتك، يعني مثلا دي البافر بتاعتك بمعنى صح، بطلع كام فريم في المره الواحده. تمام؟ طيب بالنسبه للاي بي اللي انت بتشتغل بيه على الـ على الـ على الانترنت، فبتقول له الاي بي اللي انا بشتغل بيه، هتروح قايل له بي بي نيجوشيت، يعني انا باخد الاي بي بتاعي من السيرفر اللي فين؟ اللي في السنترال، او من البوله اللي موجوده على السيرفر اللي في السنترال. ماشي يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ تمام. طبعا بقى لازم اربط الديلر انترفيس بالفيزيكال انترفيس اللي عندي، فبروح داخل على الفيزيكال انترفيس اي شغاله كبي بي او اي كلاينت، الديلر بندل نمبر اللي رقمها واحد، يعني انا دلوقتي عندي البندل اللي رقمها واحد ربطتها مع الفيزيكال انترفيس اللي موجود عندي اللي هو ديجا 00. تمام. طيب ايه الراوتنج بروتوكول المناسب على الراوتر اللي عندي في البيت عشان اطلع بيه على الانترنت؟ ديفولت. الديفولت. طيب انا لما اجي اعمل الديفولت اهو بكل بساطه عشان يعمل الراوتنج، راح قايل اي بي راوت ستاتيك 000 000 طلعه من خلال الديلر انترفيس اللي هو الانترفيس الوهمي اللي انا عامله. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ تمام يا هندسه. تعالى بقى نعمل الكلام ده بشكل عملي. انا طبعا الكونكشن الموجوده دي كونكشن سيريال، هل ينفع اقوم عليها البي بي او اي؟ لا لازم يسلم، لازم يسلم، يعني لازم الكونكشن اللي تبقى رابطه الراوتر بتاع بيتي بالراوتر اللي في السنترال، لازم الكونكشن بتاعتي تبقى كونكشن ايثرنت. تمام. طيب تعال الاول بالنسبه ليه ده تمام، وده اللي هو ده البو. تمام. اول حاجه اخش على السيرفر بتاعي. اول حاجه محتاج ان انا اعملها على السيرفر ايه يا شباب؟ ها زي مثلا اغير البول هحط سيس نيم اقول ده مثلا الاي اس بي سيرفر. تمام. اول حاجه محتاجه اظبطها اللي هي البول، اروح اقول له اي بي بول زي مثلا اسميها بي واحد. طب البوله دي النتورك اللي هو بيوزع بيها 119 84 3 وحايد 0، الماسك بتاعي 255 255 255 0 المنظر ده. الجيت واي ليست ده المفروض الاي بي اللي هيبقى بتاع مين؟ سيرفر بتاع الراوتر بتاع السيرفر اللي انا المفروض بكونكت عليه. المنظر ده كويس. تمام. ظبطت البوله بتاعتي، محتاج ان انا اعمل انترفيس وهمي اللي هو الفيرتشوال تيمبلت، اقول مثلا فيرتشوال تيمبلت رقم واحد مثلا. تمام. هبدا ان انا اشغل عليها البي بي بي اوثنتيكيشن مود، عايز اشغل مثلا من الشاب، شغلت الشاب بتاعك، ولما ابدا اديها اي بي ادرس اديها الاي بي اللي هو المفروض ان هو الجيت واي بتاعي اللي هو 84 3 وحايد دوت 200 200 كام؟ انا عملتها واحد يا باشمهندس. واحد يا باشمهندس. انا عملتها واحد يبقى دوت واحد، ملتزم بالايه؟ باللي احنا عملناه. تمام. السبمت ماسك بتاعي 24. تمام. طيب عاوز اربطه ايوه اتفضل. احنا ودينا الجيت واي ادينا له بوت واحد، هو كده كده برضه لما البول هيجي يوزع منها هيدي من اخر اي بي صح؟ لا هو بيوزع من تحت، يعني هيديني اول حاجه 254 254 فمش لازم ادي انا الجيت واي اخر اي بي يعني. انا مش شرط، هو على فكره هو عملها هنا في المثال 254 عشان هو يثبت لك ان هو هيدي اللي بعدها اللي هو 253. اه ان هو هيبتدي البول من تحت يعني. اه طيب طبعا ما تنساش ان انت تربط البوله بتاعتك بالفيرشوال تمبلت بتاعك، فانت بتروح قايل له ريموت ادرس البوله اللي احنا عاملينها كنا مسمينها بي كام؟ بي واحد. طيب اطلع بقى من الفيرشوال تمبلت وابدا اخش على الفيزيكال انترفيس بتاعي، الفيزيكال انترفيس بتاعي اللي هو جيجا 000
ابدا اشغل عليها البي بي بي او اي سيرفر تمام بايند واربط عليها الفيرتشوال تمبلت اللي هي رقمها 1. يعني دلوقتي ربطت الفيرتشوال تمبلت اللي رقمها 1 مع الفيزيكال انترفيس اللي هو جيجا 001. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده لحد دلوقتي؟ طيب بينقصني على السيرفر ان انا اعبي الداتا بيس بتاعتي بتاعت العملاء، وبالتالي لازم اشغل التريبل ايه. زي مثلا هعمل يوزر، اليوزر ده مثلا عميل ده زي مثلا اسميه احمد، الباسورد بتاعته سايفر 123، ده كده اليوزر بتاعي. لازم احدد السيرفس تايب بتاعته بتاعت اليوزر اللي هو اسمه احمد ده، سيرفس تايب بشغلها معاه. يبقى انا دلوقتي عندي عميل اسمه احمد والباسورد بتاعته 123 والسيرفس تايب اللي انا مستخدم بيها اليوزر دوت اللي انا بستخدمها معاه. تمام يا شباب؟ في مشكله بالنسبه للسيرفر كده؟ تمام يا شباب؟ طيب بالنسبه للكلاينت انا المفروض بقى ببدا اظبط عليه. اهو تعالى نفتح كلاينت او الراوتر اللي في البيت. المفروض الراوتر اللي في البيت اول حاجه بظبط عليه الديلر رول اللي هو المفروض هيشتغل بيه. فراح قايل له مثلا الديلر رول اللي انا بشتغل بيها، بقول ان الديلر رول رقمها 1 الاي بي بيرميت، يعني كل حاجه بالنسبه لي بقت متاحه كده. انا حددت الديلر رول اللي انا المفروض اشتغل بيها. طيب بعمل انترفيس وهمي بيبقى اسمه الديلر رقم 1، ده كده الديلر انترفيس. زي مثلا بقول ان ده اليوزر الاولاني اللي موجود عندي على الراوتر دوت، يوزر 1 مثلا. طبعا لازم احدد له الديلر جروب اللي انا المفروض اشتغل عليها، لازم احدد له الديلر بندل، ده الوسيط اللي هيربطني بالفيزيكال انترفيس بتاعي اللي هي الديلر بندل 1. تمام، لازم اظبط الشاب بروتوكول بتاعي، اقول له شاب يوزر، اليوزر بتاعي اسمه احمد، البي بي شاب باسورد، كانت الباسورد ايه يا شباب؟ سايفر 123. تمام، في مشكله لحد كده؟ انا ظبطت اليوزر نيم والباسورد بتوع العميل بتاعي. تمام، طيب ما تنساش بقى يا شباب برضو تعمل ايه، لازم تغير قيمه الام تي يو بتاعتك. الام تي يو بتاعتك احنا لازم نقللها لكام؟ 1492. ليه قللتها 8؟ احجز مكان للبي بي بي والبي بي والبي بي. قلل حجم الباكت بتاعتي بحيث ان ما يحصلش دروبنج للداتا بتاعتي. بحدد الديلر ايديال تايمر اللي هو التايم الايديال بتاعي بعد 300 سكند. الراوتر بتاعي لو ما حدش بيطلع على الانترنت او ما حدش بيبعت ترافيك هيبعت باد ترمينيشن للراوتر السنترال. تمام، خلي بالك ان الكوماند ده هيتيك افكت افتر لينك ريسيت، يعني لما تطفي الراوتر بتاعك وتشغله تاني. تمام، طيب بالنسبه للكيو بتاعتك لو عايز تعدل الكيو لينس بتاعتك سي مثلا خليها 8. تمام، الاي بي اللي انا المفروض باخده من السنترال باخده عن طريق بي بي نيجوشيت، يعني الان سي بي بروتوكول هو اللي بيديه. طيب فاضل لي بقى ان انا ابدا اخش على الفيزيكال انترفيس، وبعد ما اخش على الفيزيكال انترفيس ببدا اشغل البي بي او اي كلاينت. تمام، واربطها على الديلر بندل نمبر اللي احنا كنا عاملينها اللي هي رقم كام؟ رقم 1. يبقى انا كده ربطت الفيزيكال انترفيس بالايه؟ بالديلر انترفيس اللي انا المفروض عامله. طيب محتاج طبعا اقوم static routing، فراح قايل لما تبقى عاوز تطلع لاي شبكات باي سبنت ماسك ابعت على الديلر انترفيس اللي رقمها 1. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ في مشكله يا شباب في الكلام ده؟ شباب معايا؟ طيب انا دلوقتي لو جيت على الراوتر اللي في السنترال، الراوتر انا اسف اللي في البيت، وقلت له display IP interface bit، انا لو لقيت ان الديلر انترفيس واخد اي بي ادرس من السنترال، ده معناه ايه يا شباب؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو دلوقتي بس لما اجي اتفضل، هو دلوقتي مش ال ان سي بي بروتوكول ده اللي مسؤول عن عمليه تبادل الاي بيهات؟ تمام، انا دلوقتي لما الاقي الراوتر اللي عندي في البيت سحب اي بي، ده معناه ان المراحل اللي فاتت دي كلها مر بها وبنجاح.
معايا شباب؟ معاك يا هندسه. تمام، يبقى انا الاول عشان اتاكد ان الراوتر طالع معايا على الانترنت بتاكد ان هو ساحب اي بي من البوله اللي موجوده عندي فين؟ في السنترال. تمام؟ طب بالنسبه للراوتر اللي في السنترال، الراوتر في السنترال ده بيقدر يشوف مين الناس اللي فاتحه معاه سيشن؟ اه طبعا بيشوف الكلام ده. لو عمل ديسبلاي بي 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 او اي سيرفر سيشن اول سيشن اول هيبقى مطلع لك كل البيوت اللي فاتحه معاه سيشن. يعني هتلاقي ان دلوقتي السيشن اي دي، يعني ده السيشن الاولانيه، يعني ده اول واحد يفتح معايا سيشن وفتح معايا على الفيرتشوال تمبلت واحد ماشي، والحاله بتاعتي اب يعني الكونكشن قايمه، وربطناها على الفيزيكال انترفيس اللي هو جيجا 0.0.0. والريموت ماك ده الماك بتاع مين؟ ده الماك بتاع مين؟ الراوتر بتاع بيتك. بتاع الراوتر بتاع بيتك، وده الماك بتاع الراوتر اللي هو الحاصل. شباب في مشكله في الكلام ده؟ شباب لا تمام، مشكله كده في البي بي او ايه؟